برشلونة من يوليو تموز 2000 وهيدا فينا نبلش عبكير ونفل عبكير. نحن وقود للأقصى، لكن الأصل أن نسعى لحماية الأقصى وسلامة الأقصى، ولن نسمح بتعريض الأقصى إلى الخطر. الرئيس ترامب ربما يطبق نموذج حرب بالوكالة. هذا المشروع الذي يعرف باسم أتون الصهر لبن غوريون مصيره كان الفشل. هل اقترب العالم من إنتاج لقاح لفيروس كورونا؟ اقترب جدا، هذا شيء مؤكد، لأن الولايات المتحدة كانت عم بتخوض نزاعات بأنحاء مختلفة. استمر صعود الصين وعادت روسيا إلى الوضع إلى الساحة الدولية. أن الصين تصبح من أبرز المستثمرين في أفريقيا وفي آسيا وحتى في أمريكا اللاتينية. هلأ رح فكر لك بغنية كتير حلوة. ما في نحن نتحدث عن 30 مليون يمني، أصبح 90% كلهم محتاجين لمساعدات. ونحن العرب ربما يعني نبخس حق أنفسنا، يعني لو نقاطع سيقيمون لنا وزن. يوم إجاني طفل ما عنده أم، فبقول لي بتصير تكوني أمي. هيركلا هي مدينة تاريخية، مدينة رومانية قديمة. حتى إنستغرام عم بيجرب كمان يعطي مدخول مادي من ناحية الفيديوز للكرياترز، للناس اللي بيشاركوا فيديوز على إنستغرام. بوتيكا بوتيكا ألو. من بعد ما حتطفي الشمعة رح نشوف شو حيصير بالمي. طفيت الشمعة وانشرقت المي لجوة لجوة. أوه حلو، هيدا اختبار حلو للولاد. الثالث من آب أغسطس 2020، أهلا بكم. الأسبوع جديد وحلقة جديدة من المشهدية، وفي مشهديها لليلة استقالة وزير الخارجية اللبناني وتعيين خلف له وسط تحديات اقتصادية وضغوط خارجية وقلق قبيل نطق الحكم النهائي في قضية الحريري. هل تصمد حكومة حسان دياب؟ مصر ترد على إيلون ماسك وتدعوه إلى زيارة مقابر من بنوا الإهرامات. مدير تسلا يشعل مواقع التواصل بتغريدة يدعي فيها أن مخلوقات فضائية بنت الأهرام المصرية. كيف يتعمد ماسك إثارة الجدل؟ إلى وسط عمان يحملنا مشهدنا الشبابي، طالبة أردنية تحدثنا عن أحلام الشباب وتجول بنا في ربوع العاصمة الأردنية الشعبية والتاريخية. صفقة بيع تيك توك لشركة أمريكية تنضج، البيت الأبيض يوافق على إعطاء مهلة للشركة الصينية لإنقاذ نفسها في السوق الأمريكية. واشنطن تضيق الخناق على التطبيقات غير الأمريكية. الحكومة اللبنانية تشكلت في ظروف مشتعلة وتعمل تحت ضغوط جمة، آخر تلك الضغوط استقالة وزير الخارجية نصيف حتي. بيان الاستقالة جاء مبهما، إنما التسريبات أوضحت أن الرجل مستاء من آلية العمل. وموقف رئيس الحكومة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان. استقالة حتي قبلت سريعا، ووقع الرئيسان ميشيل عون وحسان دياب مرسوم تعيين شرب الوهبي وزيرا جديدا للخارجية. قبلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السيد نصيف حتي مرسوم رقم 6750. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي. المادة الأولى: عين السيد شرب الوهبي وزيرا للخارجية والمغتربين. إنما التحديات ستتعاظم في الأيام المقبلة، ففي ظل شح الموارد والفشل في معالجة مكامن الفساد تواجه الحكومة مأزق تأمين الأساسيات المعيشية من مازوت وكهرباء ومواد غذائية. كل ذلك يترافق مع اقتراب موعد النطق بالحكم في قضية اختيار رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. أمام تلك المشهدية نحن ليلى سنطرح أسئلة ثلاثة: أولا، ما تبعات استقالة حتي؟ ثانيا، هل ستؤثر في عمل الحكومة؟ ثالثا، كيف سيواجه لبنان عواصف الأيام المقبلة؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف مشهد ساخن، الوزير اللبناني السابق غسان عطلة، ينضم إلينا من جبل لبنان منطقة دكوينة. مساء الخير وأهلا بك أستاذ غسان. ونبدأ من ما حكي عن الاستقالة وما حصل من تسريبات من كلام، كل ذلك، هل فعلا في حكومة ظل خلف هذه الحكومة هي التي تملي
الشروط تحديداً من قبلكم كتيار وطني حر؟ مساء الخير أول شيء لحضرتك ولإذاعتك الكريمة، وبحب بلش بس بالأول بتعزية الحارة لشهيدة الممرضات زينب حيدر ولكل الطاقم الطبي اللي عم بيعمل اليوم بلبنان على المجهود اللي عم بيأديه، والرئيس وصفهم بالشهداء لأنه فعلا هن عم بيعملوا تضحيات من أجل الوطن. فبنتمنى على كل اللبنانيين الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، ولنخلص من هذا الوباء بأقرب فرصة لنقدر نكون معك مرت الجاي باستوديو إذا الله رد إن شاء الله. أما بما يخص تدخلنا فأنا بدي أقول لك بالمختصر، قد يكون اتصال وحيد بين الرئيس الوزير جبران باسيل مع حتى طول فترة ولايته. بدك أكثر من هيك؟ يعني وضوح أكثر من هيك أنه لم يكن هناك أي تدخل مع وزير الخارجية من قبل الوزير جبران أو أي شخص بالتيار الوطني الحر طيلة فترة ولايته. بالعكس يعني كنا ما يعني خاصة بوزارة الخارجية ما كان أبدا في أي نوع من التدخلات لا الإدارية ولا حتى الخدماتية ولا أي نوع. وبعتقد أنه الوزير اليوم كان واضح بكلمته أنه إنتاج الحكومة ما كان على قدر ما هو كان منتظر، وطريقة التعاطي مع رئيس الحكومة يمكن ما كانت تهوي بمكان ما يعني بالعمل، فهو أخذ هذا القرار. يعني أنا أكيد بموضوع الاستقالة بعتقد أنه كل الحكومة اللي اليوم موجودة كانت عارفة من أول يوم أنه هي جاية بظرف استثنائي، وكانت عارفة أنه هي جاية بظرف ضغط كتير كبير موجود داخلي وخارجي. فاللي كان متوقع أنه ممكن يكون في وضع أسهل من هيك بالتعاطي أو بالعمل أو شيء، فبعتقد أنه كان مغلط، لأنه لازم يكونوا هن كانوا عارفين أنه رح يتحملوا ضغط ويكونوا قادرين يتحملوا هذا الضغط. وكان مطلوب أنه بالعكس يعني يمشوا مثل ما قال الرئيس بين الألغام ويقدروا يحفروا بالصخر ويقدروا يأمنوا للناس أمور أكثر بكثير من اللي تأمنت لليوم بالخمسة أشهر الأولين. يعني أفهم من كلامك أنك تضع هذه الاستقالة في إطار الهروب من المسؤولية؟ يعني كل إنسان عنده طريقة عمل وكل إنسان بيتحمل ضغط معين، وفي ناس بيعتبروا أنه الاستقالة هي يمكن تعبير عن رأي معين أنه هو ما بقى قادر يشتغل بهذا الظرف الموجود فيه. بس أنا بالنسبة لي نحن كتيار وطني حر ولا مرة عادة بنترك مسؤولياتنا بهذا الشكل، يعني دايما بنضلنا نناضل حتى آخر لحظة، خاصة بظرف مثل الموجود فيه لبنان مفروض نعطي أكثر قدرة وطاقة عنا إياه لإنقاذ الوضع الحالي. يعني بنتمنى كنا أنه اليوم بالعكس نشوف إنتاج أكثر، نشوف عمل أكثر، نشوف طريقة شغل أفضل أكثر، مكثفة أكثر، منتجة أكثر، من أنه اليوم نسمع أنه ما قادر يتحمل ضغط أو أنه اختلف بالرأي بمكان ما وترك. بس على كل الأحوال يعني هذه الاستقالة قبلت اليوم، وأصبح في بلبنان وزير خارجية جديد، وبعتقد أنه وزير خارجية جديد يمكن أول وصوله بعد بساعات كان في عنده دعوة على الكويت، وهذا الشيء بأكد أنه يمكن الظهر العلاقة ستكون أفضل بالمرحلة الجاية مع وزارة الخارجية. يعني تعتقد أنه رح يكون في تداعيات سلبية لهذه الاستقالة، بل بالعكس ربما قد تفتح أبواب لعلاقات أقوى مع دول معينة؟ هذا واضح اليوم من بعض الأمور اللي لمسناها بعد قبول استقالة وقبول الوزير الجديد لمنصبه وزير خارجية وهبي، أنه بعض الأمور فتحت أمامه وسهلت، وأنه الطريقة كانت سريعة جدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فما بعتقد أنه رح يكون لها تداعيات لا على الحكومة، وقد يكون لها تداعيات إيجابية في مكان ما بطريقة العمل الجديدة، لأنه بتصور وزير الخارجية الجديد هو سفير بعدة دول سابقة ومنها فنزويلا أعتقد، يعني يمكن متعود على أنواع ضغوطات من هذا النوع من قبل. بس أيضا السفير يعني بما أنه كان مستشار رئيس الجمهورية وكل ذلك، يقال أنه أيضا يعني في شكل أو بآخر هو من التيار، تيار وطني حر، ليس وزيرا تكنوقراط. سيدي لانا، أنا بأكد لك لا يوجد أي وزير بالحكومة هو من التيار الوطني الحر، لا يوجد أي وزير بالحكومة هو تيار وطني حر. فهيدا الموضوع كي لا نبقى دائما نشرحه للناس، الوزراء الموجودين اليوم
هم يمكن يكونوا مقربين ويمكن يكونوا غير مقربين. في بعض الوزراء كانوا بمرحلة 17 تشرين هم مع الثورة وكتاباتهم على السوشيال ميديا كانت تدعى إلى الثورة وكل شيء، وهم اليوم الوزراء اللي يقال بأنهم مقربين منا. نحن ما كان عندنا وزراء تيار وطني حر، نحن حاولنا نختار بعض الوزراء التكنوقراط اللي ممكن يؤدوا واجبهم بشكل جيد بالوزارات اللي هن فيها. طيب حتى التواصل بعد الوزارة ما كان. لننتهي من الأمور التفصيلية، يعني أنتم تؤكدون أنه ما في تواصل مباشر مع الوزراء وهذا أصبح يعني مفهوما، يعني أعتقد هذا ما كنت تريد أن تقوله، بس لنذهب إلى المسألة الأهم يعني من هذه الأمور التفصيلية وهي عمل الحكومة بشكل عام. هناك من يقول بأن استقالة وزير مثل نصيف حتي من هذه الحكومة تدلل إلى فشل هذه الحكومة في إدارة البلاد خلال هذه الأشهر التي تولت فيها يعني هذا المنصب، هل توافقون على ذلك؟ شوف سيدتي، نحن لم نقل يوما بأنه هذه الحكومة يعني تؤدي نجاحات عظيمة، بالعكس نحن قلنا نحن سندعم هذه الحكومة بمواقفها إذا كانت مواقفها منتجة ومثمرة وأظهرت للناس تحسين بالوضع الموجود، بس ولا مرة نحن لحديت اليوم معتبرين أنه هي عم تعمل إنجازات عظيمة. صراحة لحديت اليوم الإنجازات هي أقل من المتوقع، يعني نحن كنا متوقعين منها بخمسة أشهر تكون عم تعطي إنجازات أكثر من هيك، عم بتحل أمور للناس معيشية واقتصادية ومالية وقضائية وكثير أمور أكثر من اللي عم نشوفه اليوم، ولكن نحن لازلنا نعول على أنه هذه الحكومة ستعمل بشكل أفضل وستنتج أكثر بالأيام المقبلة. هلأ اليوم خروج وزير منها قد فينا نفسره، أنا بعتقد هو شرح، يعني هو اعتبر أنه الأمور بالنسبة له شخصي، وبعض في موضوع الانتاج الحكومي كان عم يحكي فيه. يعني نتمنى انه البقيه اليوم بالعكس يتضامنوا اكثر يشتغلوا اكثر، نحن منا بطرف الوقت بلبنان اليوم ليكون عندنا فرصه اكثر لاضاعه الوقت في مكان ما، ولا عندنا فرصه انه بعد نفكر كثير بمشاريع انتاجيه قبل ما نحن اليوم رايحين اكثر الى التنفيذ الى الاقرار الى اخذ الامور بصدر الحكومه اكثر فاكثر فاكثر لما في مصلحه المواطنين، لانه بتصور اليوم اللي وصل له الشعب اللبناني هو حالة صعبة جدا، ما ممكن للحكومة الهروب من هذه الأمور. طب هذه الاستقالة هل ستفتح باب استقالات أخرى داخل الحكومة؟ هل لديكم معلومات عن ذلك؟ وبالتالي هل أنتم تتمنون أنه يصير في تعديل حكومي في بعض المواقع وبعض الوزارات؟ إذا كنت عم تسأليني من وجهة نظر أنه هل ستسقط الحكومة بهذا الشكل السؤال، بقول لك انا اشك بهذا الموضوع، يعني لا يوجد هناك تغيير حكومي بشكل تغيير حكومي بالكامل. لا تغيير في مواقع الوزارات بعض التعديلات. ايه تماما، بالتعديل ببعض المواقع بالوزارات اذا الوزير ما حس حاله قادر يعطي اكثر بوزارته، والافضل انه اليوم يكون في تعديل معين لانقاذ ما تبقى بالوقت المقبل. هون بلاقي بتصور رئيس الحكومه بيرتقي هو ومجموعه من الاطراف اللي مشاركه بهيدي الحكومه او الداعمه لهيدي الحكومه على تغيير معين. نحن مش ضد اذا بيساعد بالانتاج او بيساعد بحل بعض مشاكل والازمه الموجوده اليوم بالبلد. ما بعرف قديه جدي هذا الموضوع، ولكن ما بنكر انه مطروح في مكان ما. طب في وزراء بدهم يستقيلوا، يقال انه في وزراء مقربين من التيار او مسميين من قبل رئيس الجمهوريه يعني يتجهون الى الاستقاله، مثل وزيره العدل مثلا، صحيح هذا الامر؟ هذا الامر منه دقيق، لا منه دقيق ابدا، يعني ما في يعني ما في كلام بهذا النوع. يعني نستطيع ان افهم منك حتى استقاله الوزير حتى لم تكن متداوله مع احد، يعني ما اتصل بلا الوزير جبران ولا رئيس الجمهوريه ولا اي احد يعلم انه انا اخذ هذا الخيار او رايح اليه، بالعكس سمعناها بالاعلام مثل ما سمعها الجميع، كيف بده يكون عندنا معلومات عن استقاله غيره يعني؟ طيب يعني ما في بفهم منك تغيير حكومي، لانه هذا كان يعني تم الحديث كثيرا عنه في الايام الماضيه، خفت بعض الشيء يعني قبل ايام ولكن الان عاد من جديد، ما في تغيير حكومي، ما في تغيير في موقع رئاسه الحكومه، في الطاقم الحكومي بشكل عام الان؟ لا، اؤكد لك انه ما في بحث بهذا الموضوع بشكل جدي في هذه الاوقات، هناك بعض
الضغط من قبل بعض الصحفيين وبعض الأحزاب على بعض الوزراء ليعملوا أكثر بجهد أكثر وإنتاج أكثر، ولكن ليس ببغية تعديل أو تغيير، خاصة بالحكومة كحكومة. يعني إذا كان بعض الوزراء هني لقيوا حالهم وصلوا لحيط مسدود ولم يعد بإمكانهم إنتاج أكثر من هيك وقرروا هني أنه يتركوا المسؤولية، بتكون خيار لهم. طيب أريد أن أعرف رأيكم أيضا في موضوع يعني تم تداوله، هو أحد أسباب استقالة وزير خارجية ولكن دون أن يعلنها هو بنفسه، يقال أنه كان مستاء من طريقة تعاطي رئيس الحكومة مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان. هل أنتم مستاءون أيضا من موقف حسان دياب؟ لا، بعتقد الامر شخصي، يعني الامر منه يعني هو كوزير خارجيه. لا اقصد انتم توافقونه في هذا الاستياء ام لا، تعتبرون انه رئيس الحكومه تصرف يعني بشكل جيد مع زياره وزير خارجيه فرنسي؟ يعني انا باعتقادي بانه الامور شخصيه اكثر عند وزير الخارجيه، لانه بفترته الطويله بالخارجيه بعد التفاصيل الصغيره كان بيهتم فيها اكثر، كرمال هيك كان عنده تعليق معين على هذا الموضوع. بس انه اليوم نحن زياره وزير خارجيه فرنسي بهذا الظرف الى لبنان مفروض ناخذها بمنطلق ايجابي اكثر ونجرب كنا نضوي عليها بشكل ايجابي اكثر، لانه نحن بحاجه اليوم لاي مساعده من الخارج لمصلحه اللبنانيين. يعني توافقون مع وزير الخارجية إلى حد ما على رأيه. أوكي، سأنتقل إلى مسألة أخرى، هي مسألة النطق بالحكم في قضية يعني اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري. في تخوف كبير في لبنان من 7 أغسطس في ترقب لهذا الحكم الذي يعني نعلم أنه سيكون موجها إلى جهات لبنانية داخلية بعينها، تحديدا طبعا حزب الله. هل أنتم متخوفون من هذا الحكم أمنيا وسياسيا؟ لا، نحن لسنا متخوفون، بالعكس نحن مع العدالة الكاملة. نحن متخوفون من استغلال هذا الحكم بأي فتنة داخلية طبعا، ولكن أعتقد بأن وعي كامل المسؤولين والكلام اللي قاله الرئيس الحريري منذ أيام يعني بدل على أنه لا يوجد في لبنان أي طرف يريد استغلال هذا الحكم بفتنة داخلية. ماذا سيصدر الحكم؟ ننتظر 7 آب ونرى ماذا سيكون الحكم، ولكن نحن نتمنى بعد كل هذه السنين وكل الارتكابات التي حصلت بالمحكمة الدولية منذ بدايتها حتى اليوم أن يصدر حكم جدي ومقنع ولا يكون حكم يشبه القرارات السابقة في هذه المحكمة، يقنع أغلبية اللبنانيين ولا يكون ضغط آخر على لبنان من أجل فوضى جديدة في لبنان. فنحن نعلم منذ فترة أشهر حتى اليوم أن هناك حصار وضغط كبير على لبنان واللبنانيين، مطلوب منه انفجار في مكان ما. نحن نرفض أن يكون هذا القرار هو نوع جديد من الضغط على اللبنانيين، نطلب بأن يكون فيه عدالة كاملة ومعرفة حقيقية لهذا الاغتيال. طيب، فنحن كنا من أول الناس الذين شاركنا الحريري الوقوف بجانبهم عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء وفي أمور كثيرة أخرى. طيب، يعني إذا أتى الحكم متهما حزب الله، تعتقدون أنه سيكون حكما مسيسا ويهدف إلى الفتنة في البلاد؟ لننتظر الحكم، يعني لا يمكن استباق الحكم لمعرفة ماذا سيأتي وماذا ستكون ردة الفعل، ولا ننتظر ردة فعل ابن الفقيد يعني وماذا ستكون ردة فعله على الحكم. سمعنا منذ أيام بحديث واعي وعقلاني بهذا الموضوع. نحن اليوم نشدد على أننا أيضا باحثين عن الحقيقة ونريد العدالة الكاملة، ولكن ما شهدنا في السابق لم يكن يدل على أننا سنصل إلى هذه النتيجة. طب أنت صرحت أيضا الوزير السابق جبران باسيل رئيس طير وطن الحر بأنه في مجموعات تتسلح في لبنان، في دول بعينها تمد الشمال اللبناني بالسلاح، أو حتى في مجموعات أخرى من قوى أيضا أحزاب مسيحية في لبنان أيضا تشارك في هذا التسلح. يعني في أرضية بحسب تصريحاتكم لخلق الفتنة في البلاد، هل هذا خطير؟ يعني في وضع خطير الآن في البلاد، في تسليح حقيقي من قبل مجموعات معينة؟
سيدة لنا ما نشهده منذ فترة من تدخلات خارجية في لبنان واضح، واضح جدا يعني بعدة أماكن، ولكن أنا أقول أمام الجميع اليوم لا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤوننا لو لم يكن لدينا بعض الأشخاص الذين هم يفتحون هذا الباب للتدخل الأجنبي. نحن اليوم نطلب بأن في هذا الظرف بالذات بوجود رئيس جمهورية لأول مرة استثنائي على هذا الشكل واجه العالم بأجمعه من أجل مصالح لبنان، لم يوافق على أي تدخل أجنبي، وقف في الأمم المتحدة وقال مصلحة بلدي فوق كل اعتبار، ورفض أي مصلحة خارجية على لبنان وأي استسلام أمام أي موضوع من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وثروات لبنان. مطلوب اليوم من جميع المسؤولين فعلا أن يقضى الضمير للحظة من أجل لبنان ومصلحة لبنان، ليس مطلوب أن نكون عملاء للخارج على مصلحة وطننا وشعبنا. ألم نتعلم من 15 سنة حرب ماذا فعل فينا التدخل الخارجي في لبنان؟ ألم نتعلم من كل الأمور السابقة أن الخارج يأخذ مصالحه من لبنان ويخرج سريعا ويترك عملائه وراءه دون أي لافتة صغيرة أو أي شيء؟ ألم نلمس هذا في الجنوب تماماً أيضا؟ بس ألم أستاذ غسان في كثير من المناطق؟ في بالمقابل اليوم وضع اقتصادي صعب، وتعلم عندما تكون الأوضاع الاقتصادية على هذا النحو يسهل الدخول إلى الناس، يسهل صرف الأموال، يسهل تجنيد الأشخاص لأن الأوضاع الاقتصادية صعبة. أريد أن أعرف منك هل الوضع خطير؟ الوضع الأمني خطير الآن؟ وضع التسليح خطير؟ نعم، يقول رئيس الجمهورية إذا كان الرفض متعبا فالقبول مميتا. نتذكر هذه العبارة جيدا. اليوم إذا من أجل مصالح صغيرة لأنه وضع الاقتصادي سيء نخسر كل شيء، فأنا أقول لك سنخسر الكيان بأكمله. لا، مش مطلوب من أجل أزمة اقتصادية تمر في البلد أن نخسر كل الكيان اللبناني. المطلوب اليوم الصمود. نعم، هناك وضع غريب في مكان ما نلمسه منذ فترة، تغذية لبعض الدول لبعض الأماكن في لبنان وأصبح واضحا في الشمال من خلال أجهزة مخابرات لتدريب ولتمويل ولي 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 قطع طرقات والضغط على الجيش في مكان ما، وشفنا ممارسات شاذة لأول مرة بين متظاهرين والجيش في منطقة الشمال لعدة ساعات. كل هذه الأمور ننبه منها لأننا لا نريد أن ندخل بفوضى جديدة، لأننا نريد دولة قوية، لأننا نريد قوى أمن فعالة على الأرض، لأننا لا نريد أن ننزلق مرة جديدة بحروب الآخرين على أرضنا. نحن نريد الحفاظ على وطننا سيدا حرا مستقلا يواجه الخصوم الأجنبية. نريد علاقات جيدة مع الخارج من أجل مصالح وطننا، لا نريد علاقات مع الخارج لضرب اقتصاد لبنان ولضرب مقومات لبنان ولبيع ثروات لبنان ولغالب ومغلوب في لبنان على بعضنا البعض. لابد أن نكون قد تعلمنا من ماضينا، لابد أن نكون قد أصبحنا ببلد قوي نمارس فيه حقوقنا ويكون القانون هو الغطاء الكامل علينا. تماما، لنختم ونجمل كل يعني ما يحدث الآن. طبعا الأيام ستكون حاسمة في الكثير من الاستحقاقات اللبنانية، في ترقب، في قلق، أيضا مسألة أيضا سعر صرف الليرة يعني هي تشكل أيضا هاجسا وهما للمواطن اللبناني. كيف تتوقع أن تكون الحال في الأيام المقبلة؟ نحن بمرحلة صعبة، ونحن بمرحلة تدخلات خارجية وحصار واضح أصبح للجميع، وهذا الوضع هو وضع استثنائي وشاذ، لن يدوم طويلا، لن يبقى هذا الوضع مدى الحياة. نحن بحاجة لصمود لكي نتخطى هذه المرحلة. لن تبقى المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني واقفة لفترة طويلة جدا، سيكون هناك مفاوضات إن لم يكن قبل الانتخابات الأمريكية ستكون بعد الانتخابات الأمريكية، وهناك سيبدأ الحلول تظهر في المنطقة. يعني مصير لبنان متعلق بهذه المفاوضات صحيح؟
طول عمره، لأن مصير لبنان متعلق بالدول الإقليمية اللي حوالينا ومتعلق بكثير من المفاوضات الخارجية، لأننا نحن في مكان ما سمحنا للخارج بأن يكون له يد في لبنان. لا يمكن للخارج أن يكون له يد بلبنان لو لم يكن له عملاء في لبنان. المطلوب اليوم الحفاظ على هذا الكيان، الحفاظ على بلدنا، الحفاظ على ما تبقى من اقتصاد بلدنا، عدم هدر كل الباقي لدينا. يعني حتى بموضوع الدعم اليوم، الدعم اليوم لا يمكن أن يكون لجميع من هم على الأراضي اللبنانية، يكون للبنانيين فقط. يعني بهذا الموضوع بالذات كمان اقتصاديا لابد من المحافظة على ما تبقى لدينا من بعض الدولارات، على ما تبقى لدينا من بعض المواد الأولية. نحن اليوم بظرف استثنائي سنتخطى هذه المرحلة، ولكن لن نقبل بأن تكون على حساب الكيان اللبناني أو على حساب التوطين الفلسطيني أو على حساب الوجود السوري في لبنان. لا، ستكون هذه المرحلة صعبة ولكن سنتخطاها، ولن نقبل بالخضوع لكل هذه الضغوطات علينا. سنبقى نبحث عن الغاز والنفط في لبنان، ستبقى مستقبل لبنان بثرواته موجود، وسنعطي للأجيال المقبلة أيام أفضل من التي مرت علينا. شكرا جزيلا لك أستاذ غسان عطلة، الوزير اللبناني السابق والمسؤول في التيار الوطني الحر، كنت معنا من دكويني في جبل لبنان. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير جدا الآن ونعود بعده لنتابع المشهدية، فابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى المشهدية. الآن سوف نتحدث عن شخص يثير الجدل، تحدثنا عنه الأسبوع الماضي في المشهدية خاص، واليوم يعود أيضا بإثارة لجدل، إنما الأمر متعلق بما ترونه خلفي بالأهرامات. إذن إيلون ماسك مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس أثار جدلا واسعا بعدما زعم في تغريدة له أن كائنات فضائية هي من بنت الأهرامات الشهيرة في مصر وليس الفراعنة. تغريدته كانت موضع سخرية واسعة وأطلقت موجة كبيرة من ردود الفعل، ولا سيما في مصر، حيث دعت وزيرة التعاون الدولي رانيا لمشاط ماسك إلى زيارة المقابر الفرعونية والتحقق من كيفية بناء الأهرامات. أما وزير الأثار المصري السابق زاهي حواس فقال إن كلام ماسك هو عبارة عن تخاريف أمريكية. كل ما قاله هذا المليونير عبارة عن تخاريف أمريكية لا تستند على أي أدلة علمية إطلاقا. على الجانب الآخر، أن الهرم صناعة مصرية وأن المصريين هم بنات الأهرام وأن الملك رمسيس الثاني شرقاوي وكل عائلة الرعمسة حكموا من قنطير في الدلتا اللي كان اسمها بير رعمسو. الأدلة اللي بتثبت أن المصريين هم بنات الأهرام، أولا المقابر الموجودة جوار الهرم للأمراء والموظفين، داخلها نقوش تتحدث عن الهرم وعن الملك خوفو. داخل هرم خوفو يوجد أسماء العمال الذين اشتركوا بناء الأهرامات. نمرة ثلاثة، كشفنا مقابر العمال بنات الأهرام اللي فيها بيثبت العالم كله أن الأهرامات بناها المصريين وأن الأهرامات لم تبنى بالصخرة. إذن هذه التغريدة لماسك طبعا لم تكن الأولى المثيرة للجدل، لديه تاريخ حافل بالتغريدات الغريبة على موقع تويتر، لدرجة أن بعضا منها أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات لشركته لتسلا. ما رأيكم أن نشاهد خمس ورطات لإيلون ماسك على تويتر؟ شاهد.
مشهدنا الشبابي يأخذنا الليلة إلى طموحات شباب الأردن مع طالبة تنحدر من البادية الجنوبية للأردن، إلا أنها درست الإعلام في عمان ولديها زواياها المفضلة في العاصمة الأردنية. طبعا سنذكر قبل أن أرحب بضيفتنا بأن هذا المشهد مشاهدينا هو مشهد للشباب يصورون بهواتفهم بتقنياتهم بقدراتهم الذاتية من دون أي تدخل تقني من قبلنا، وهم يحضرون يختارون المكان يختارون الموضوع ونعرضه في المشهدية، نحن فقط نقوم بعملية المونتاج للتقرير. رحب بياسمين حجايا، شابة عمرها 24 عاما ومعنا من عمان. مساء الخير ياسمين، واهلا بك معنا في المشهديه. مرحبا فيكم جميعا. كيف حالك؟ الحمد لله انا كثير مبسوطه اول شيء اني انا معكم ضيفه وعلى شاشه الميادين. ونحن كمان ياسمين، انت تخرجتي اعلام مش من وقت طويل. صحيح. اخبرينا ليش تخصصتي في هذا المجال؟ اوكي، هلا انا اصلا كنت توجهي من وانا صغيره اني اتخصص غير الإعلام تماماً. بس لو وصلت لمرحلة أنه إحنا اليوم كتير بالأردن في ناس بتعاني، في ناس بحاجة أنه إحنا نوصل صوتها، فهذا البداية اللي خلاني أنا أتوجه أني أنا أدرس إعلام. حلو، يعني تريدين إيصال صوت الناس، هذا غير أنه عندك المقومات، يعني شكلك حلو والتقرير كمان عدتي لنا جميل جداً بدل على موهبتك. لذلك سنذهب الآن فوراً مع المشاهدين نشاهد ياسمين كيف جالت في العاصمة الأردنية، ما هي المعالم التي ستعرفنا عليها؟ ياسمين حجايا. اليوم اخترت لكم من أحلى الأماكن في عمان ومن أقربها لقلبي اللي هو وسط البلد، راح أخذكم بجولة فيها سريعة أعرفكم عليها. أنا ياسمين الحجايا، أردنية من بدو الجنوب بس ساكنة في عمان. وانتوا بتمشوا في وسط البلد بتحسوا ريحة البهار، ريحة الأجداد، ريحة كل إشي حلو في الأردن. منطقة كتير قديمة، الكبار والصغار، النسوان، الزلام، كل الناس بتيجي على وسط البلد، مش حدا حتى بزور الأردن إلا يجي على وسط البلد. تعالوا معنا خلينا نشوف مع بعض. طبعا لفاتنا في البلد ما لازم تخلى من الشماغ الأردني، بالصيف بحميك من الشمس وبالشتاء بدفيك. شماغنا معروف غير عن الشماغات الثانية، أجدادنا بيفتخروا فيه وإحنا بنفتخر فيه. للآن هو بيمثل حضارة كثير عريقة بالنسبة لنا، قديم، ولهلأ جداتنا بيلفوا الشالة في الشماغ. وهلأ رح أفرجيكم أقدم مسجد بالعاصمة الأردنية عمان، المسجد الحسيني، يعتبر من الأماكن التاريخية صار في الأردن قد ما هو قديم. من الأشياء اللي لازم تجربوها في وسط البلد هاي البسطات الشعبية، يكون عندهم ترمس، عندهم دريا. يعطيك العافية. يلا يا بعصبون عالدوسة. وهلأ رح نفوت على مكان من أكثر الأماكن اللي أنا بحبها شخصياً بوسط البلد، من تاريخ كتير قديم. خلينا نشوفه مع بعض. مدرج الروماني، مكان أثري من زمان كثير موجود، يقام فيه الحفلات من زمان ولحدة كمان، مهندسين الصوت بيحكوا الصوت اللي لما يتصير فيه حفلة بتوزع بالتساوي على كل الأردن. طبعا مكان بوسع ناس كثير، من أكثر الأماكن الكبيرة اللي بتوسع جمهور في الأردن، ولحدة كل الفنانين من أنحاء العالم العربي وحتى مش العربي بيكونوا فيها الحفلات. العام كثير من الأردن. حلوة كتير الأردن مش شوي، وحلوة معك كمان ياسمين، حلوة لما تشوفيها بعيون أهلها. ياسمين ليش اخترتي هذه الأماكن تحديدا؟ شوفي هلا منطقة وسط البلد تحديدا هي من الأماكن زي ما أنا حكيت بالتقرير كتير قديمة، بتلاقي كل الناس فيها بتتساوى، بتلاقي الغني، بتلاقي الفقير، الناس متواضعة جدا، ألفة موجودة. يعني أكثر لما حتى الناس اللي ساكنين في العمان لما يحسوا بضيء بينزلوا على وسط البلد عشان المشاعر اللي هي بتعطيك إياها، الزقق اللي موجودة،
أكثر إشي يعني التواضع اللي موجود فيها بين كل الناس، كل الناس تتساوى، هو أكثر إشي. عشان هيك أنا اخترت لكم وسط البلد تحديدا. حلو، هي هذا الجميل بوسط البلد في كل الدول، يعني بعد محافظة طبعا على الطابع التاريخي القديم، انه كل هي لكل الناس. ياسمين، انت مش من عمان، يعني تتحدرين من منطقه اخرى، من الباديه، من حسا، من حسا جنوب الاردن، الباديه الجنوبيه اصلي من هناك، بس انا طول عمري عايشه بالعاصمه الاردنيه عمان. وشو مميزات هذه هذا المكان؟ يعني البادية الجنوبية. طبعا شوفي، بس أحلى وناسة وتاريخها وجغرافيتها. أوكي، هلأ بس أجي أحكي عن البادية الجنوبية، أكيد كل واحد بيفتخر بأصله، بيفتخر بالمكان اللي هو منه، بس نتميز كبادية جنوبية أكيد ما بقدر أمدح حالنا، بس الأغلب الأماكن السياحية الموجودة بالأردن، المثلث الذهبي، الوادي رام، العقبة، البترة من عجائب الدنيا السبعة، كلها موجودة في الجنوب المكان اللي أنا منه. وطبعا من الأشياء، من حبي للجنوب وللبدو بالذات، خلاني أدرس إعلام، لأنه إحنا اليوم ب 2020 ما زالت المناطق هذيك بتفتقر لكثير من الخدمات، بحاجة لصوت شباب يصنع التغيير، بحاجة لأنه نحقق أكبر قدر من التأثير ومحتوى علشان إحنا نقدر أنه نصنع التغيير. وأكيد يعني باسم البادية الجنوبية والوطن كمان الأردن كله. ياسمين، يعني ما هي الأمور التي تحتاج هذه المنطقة؟ أوكي، منطقة سياحية كما قلتي، وفيها فيها إنماء يعني سياحي، بس عم تقولي إنه أيضا في تفتقر إلى الإنماء. ما هو ما هي المواضيع التي تفتقر إليها، أو يعني القطاعات التي فعلا بحاجة إلى اهتمام من الدولة بها؟ شوفي، قطاعات، أول شغلة رح أحكي عنها اليوم، لسه مبارح بالليل صار حادث مثلا على الطريق اللي بيودي إلها. قطاعات النقل فيها جدا سيئة، على كل الناس اللي توفوا من نفس عشيرتي يعني. طريق خطير إلى طريق، وبالذات بالحسا المنطقة اللي أنا منها فيها منحدر، إحنا بنسميه منحدر الموت، كثير ناس بتموت عليه. غير الخدمات اللي أول إشي خليني أحكي، النقل، بيشتكوا من الخدمات الأساسية اللي موجودة، كهرباء، مي، كتير، كل إشي فيه نقص فيه. طبعا إلا الأماكن اللامعة سياحيا بقدر أحكي، يعني بتكون شوي محط اهتمام من قبل الدولة. يعني جميل أنه تكوني يعني شابة ياسمين، وتريدين فعلا إيصال صوت المنطقة اللي أنت أكيد منها، يعني أصلك من هناك. بشكل عام الأردن اليوم، الشباب الأردني، ما هي همومه؟ يعني يمكن إذا ننظر للأردن هو من الدول العربية اللي هي أفضل من غيرها، رغم أنه في وضع اقتصادي صعب ما في شك، بس أنتم اليوم إلى ماذا تفتقرون كشباب أردني، كشباب بيدرس إعلام أيضا؟ أوكي، هلأ بالنسبة لأنه شباب بيدرس إعلام، بس خليني أنتقل لهي النقطة. إحنا عندنا وسائل إعلام شوي بالأردن اليوم محدودة، يعني الوسائل الرسمية اللي تابعة للحكومة شوي محدودة، فرص يعني محدودة. هلأ الأردن بتتميز بالأمن والأمان، يعني بدي أحكي اللبنة الأساسية اللي الشاب بقدر إنه يبني مستقبله فيها متوفرة، بضل الحمل الأكبر على نفس الشباب، علينا إحنا إذا عندنا شغف، إذا عندنا طموح، إذا عندنا إرادة، بالإرادة تصنع المستحيلات يعني بالآخر. فإحنا نسعى لأنه إحنا نحقق فرص. أكيد وضع اقتصادي جدا صعب في الأردن وفي الدول العربية كلها، وبالذات هلأ مع كورونا يعني صارت تعاني أكثر الأوضاع الاقتصادية. نسعى أنه إحنا نحقق فرص. من الأشياء اللي شوي بتقلقنا أكيد المستقبل، يعني دائما الخوف والقلق بيجوا من المستقبل. هو بتعرفي ياسمين، هيدا السنة كل العالم قلق من المستقبل، لأنه الأوضاع يعني تعيسة جدا. ياسمين، في شيء بدك تقوليه؟ بدي أحكي أنه تقريبا في عمري كإحنا كشباب عم ننتقل من مرحلة دراسية لمرحلة عملية، بتكون شوي المرحلة هاي صعبة، يعني مش بس أنا، كل تقريبا الناس اللي بعمري مو عارفين لوين بدنا نروح. بس بالآخر في مثل عندنا بالأردن بيحكي من خاف سلم، فأنت لازم تخاف علشان تقدر يعني تحط الأساسيات اللي تقدر تبني عليها وتنجح. تماما، الخوف للبناء وليس الخوف لكي تتعرقل الأمور أمامك. والتجربة، نحن بالمناسبة ياسمين، وهذا يعني رسالة لكل الشباب أيضا عم بيحضر المشهدية، هذه الفقرة هي
تريد أن تشجع العمل يعني الأول غير المتقن، يعني نريدكم أن تتشجعوا على القيام بتقارير تعبير عن الذات بطريقة يعني لستم بحاجة إلى أدوات كتير معقدة لكي تعبروا عن ذاتكم، بلشوا بأدوات بسيطة جدا. هيدي رسالة هذه الفقرة وهذا المشهد على حافة الطرقات. إحنا بنقدر إنه نعمل تقارير دائما يعني. تماما. شو رسالتك للشباب العربي ياسمين بشكل سريع؟ شوفي، رسالتي للشباب العربي إنه ما تستسلموا، ما احكيهم بالعربية الفصحى، لأن تعرفي الشباب عم بيشاهدونا من كل الدول العربية يعني. أوكي. رسالتي إلى الشاب العربي اليوم أن لا تستسلم، لأن الفشل لا يوجد شيء اسمه فشل، ولكن الاستسلام هو الفشل بحد ذاته. المخاوف تغلب عليها، أفكار اليوم موجودة في عقلك قد تنتج أشياء على أرض الواقع لم تتوقعها، فبادر واسعى تغلب على مخاوفك اليوم وتحدى كل المشاكل والأزمات التي يعاني منها المجتمعات العربية، وحتى الشباب العربي اليوم بالخارج يعاني من مشاكل. فاسعى إلى ياسمين. جميلة جدا رسالتك، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذا اللقاء يفتح لك الكثير من الأبواب في المستقبل القريب، ومنشوفك إعلامية ناجحة أيضا، زميلة وإعلامية ناجحة. شكرا جزيلا لك ياسمين الحجاية، طالبة أردنية في مجال الإعلام، كنت معنا من عمان. موضوعنا الأخير في المشهدية هو الموضوع الذي يشغل العالم أجمع الآن. إذا لم تصبح مملوكة تيك توك من شركة أمريكية فإنها ستمنع من دخول السوق الأمريكية. بكل بساطة هذا هو شرط ترامب الرئيس الأمريكي لإبقاء هذا التطبيق الصيني في جنة السوق في الولايات المتحدة، بل إنها وافقت على إعطائها، إدارة ترامب وافقت على إعطاء تيك توك مهلة لتنفذ صفقة البيع مع شركة مايكروسوفت. شروط وعراقيل كثيرة وضعت أمام الشركة الصينية في ظل صراع يتعاظم بين بكين وواشنطن. سنفهم أكثر الآن عن هذه الصفقة مع محمد بيرم، خبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات، ينضم إلينا من بيروت. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بك. مساء الخير مدام لانا. صراع شو؟ صراع سيطرة على داتا تيك توك، صحيح؟ بكل بساطة هيدا هو الصراع. هي فينا نقول بلطجة أمريكية أول شغلة. يعني اللي عم يصير بمعنى الكلمة بلطجة. يعني أبدا. أول شيء في شغلة، يعني نحن كلنا إذا بنتذكر قبل قصة الربيع العربي، بس بدنا نحكي هيك شوي، كلنا بنعرف تصير السوشيال ميديا اللي صار بهديك الفترة. كيف استغلوا الفيسبوك وكيف لعبوا بالرانكينج وكيف كل هذيك الفترة. يعني للأسف نحن العرب دائما مغيبين عن الصراعات، بس بدي لك شغل، الصين كان أذكى من الكل، انتبه سنة 2012 وبلش يأسس لتيك توك بشركة صينية، بعدين اشترى بايت دانس اسمها الصينية، رجعوا اشتروا شركة ميوزيك دوت ال اي، هي شركة صينية عندها شركة أمريكية، وبلشوا يفوتوا. التارجت تعولهم كان كتير ذكي، يعني استفادوا من فيسبوك، شو عملت فيسبوك وكيف انتشر دغري الفيسبوك تقريبا، وكانت على أذكى. يعني أول شيء أخذت الفوتبول الأمريكاني استفادت منه. اللي صار إنه الأمريكان آخر فترة اكتشفوا إنه تيك توك صار كتير قوي، يعني يقدر عدد الأمريكان اللي بفوتوا يوميا على تيك توك ب 80 مليون. من أصل هن عدد سكانه تقريبا شيء 300 مليون إذا ما كنت غلطان. هون بلشت البلطجة. أول شغلة، كل اللي بيشتغل على تيك توك بيعرف إنه هو للصغار والصبايا والشباب ومحتوي ترفيهي، وكتير عنده شطارة وقوة بالألغوريزم. يعني عنده artificial intelligence أقوى من اليوتيوب والنتفليكس. يعني اللي بيحضر يوتيوب ونتفليكس بس إذا بيجي suggestion بحسه بيزهق، يوتيوب تيك توك لا، بعد فترة كتير بصير يعرف أنت شو التارجت تاعه. هلا الأمريكان عارفين هن أي application من هالنوع حكما وبلا كذب وبلا دوران بتفوت على الداتا اللي عندك، يعني بتعرف انت شو بتحبي وشو بتكرهي والاي دي تاعك وصورك وكل شيء، وهن بيعرفوها الامريكان قبل غيرهم، يعني لانه هن السيادة اللي بلشوا. هن السيادة وهن اللي عندهم بصمة الصوت وكل شيء. يعني الصيني لحقهم، بس كانت يعني مفاجأة. يعني هي حتى تيك توك تصنف ستارت اب كومباني، يعني ستارت اب كومباني وصلت لهالمرحلة كان كثير شيء مرعب.
هذا اللي بيرعب الولايات المتحدة الأمريكية. طب شو رأيك الآن؟ شوف بس تفاصيل القضية أين وصلت مع تيك توك، خصوصا لجهة العرض الأمريكي. طيب اللي شغل هن ما عندهم حل إلا يأخذوا تيك توك. الرئيس الأمريكاني أول شغلة بيتميز بشغلة يعني عن كل الجميع، أنه هو بيعرف ينقي كلماته للشباب والصغار وبيقدر يستقطبهم. هو بحاجة لهذا البرنامج. يعني بفترة الكورونا تيك توك كان كتير أقوى من فيسبوك وهيك، لأنه كان أفلامه مهضومة. نذكر محمد، بنذكر شو عمل تيك توك على بخلال فترة إلقاء الانتخابات لخطاب هلأ مؤخرا يعني من شهر. طيب بجولاي بجون 2020 كيف يعني صوبوا عليه لترامب. بس خليني قبل ما نتابع بس لنفهم نحن والمشاهدين شو عم بيصير مع تيك توك، بنشوف شوية معلومات وبنرجع لنتحدث نحن وياك أكثر. تيك توك هذا السؤال الذي يطرحه العالم. تقول محمد أنه ما في مجال، يجب أن يكون هناك شراء لتيك توك اليوم. هلأ ترامب من شوي قال أنه سيتم إغلاق تيك توك إذا لم تشتريه مايكروسوفت. تعتقد أن الصفقة ستتم لكي تنقذ تيك توك نفسها في السوق الأمريكي؟ ليك بدي أقول لك شغلة، هن بحاجة لتيك توك. مايكروسوفت أول شيء هي ما عندها حد على السوشيال ميديا، ما عندها ولا أبليكيشن، هي بحاجة لتيك توك. صح. بس هن الثمن اللي عم يعرضوه تيك توك كان من فترة ما وصل ثمنه تقريبا ل 180 بليون دولار. هلا هن عم يعرضوا يشتروا بعض التسريبات 50 بعضها 15. كثير قليل. لا كثير قليل. بدي لك شغله، نحن بنتذكر من فترة كان بيل جيت، سيد بيل جيت حكى عن الرئيس الامريكاني ترامب كثير شوي العلاقة سيئة. طبعا هلا تحت الطاولة شو عم بيصير؟ هل هو عم يضغط عليهم لينزلوا بالسعر مقابل هو يستفيد الرئيس ترامب من تيك توك؟ يعني بس لأعطيك لمحة عن تيك توك، تيك توك في صبية عمرها 16 سنة. صار عندها 80 مليون فولوور. صحيح. بالنهار بيجيها 20 30 مليون لايك. يعني الرئيس ترامب على تويتر أكيد بتعرفي ما عنده 80 مليون، بيجي 1900 لايك 5K لايك. يعني هن هو الرئيس ترامب وهي على فكرة بترقص بس ما بتعمل شيء. بس بترقص يا ريت. يعني الرئيس ترامب بحاجة له لحملته الانتخابية، بس هل هو بده يرضي بالجيت ويجيب له سعر منيح ليستفيد، خليه يستفيد من تيك توك؟ كلنا بنعرف فيسبوك بإيده. يعني فيسبوك وقت ما حط التويت الشهير، ما حطه تويتر، فيسبوك خلته، ومعروف علاقة مع صهره. نعم. مدير شركة هيدا. هو بحاجة بعد لتيك توك. شكرا جزيلا لك محمد بيرم الخبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات، كنت معنا من لبنان. مشاهدينا بهذا تكون المشهدية قد اكتملت لهذه الليلة. نلتقي بكم غدا في نفس الموعد، ونتواصل على حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر إنستغرام. إلى اللقاء.